مساء الخير وين ما كنتوا برفقتنا، بحييكم مشاهدينا مع بداية حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي، حلقة فيها أخبار كتيرة عن طلاب الأكاديمية يلي تحضروا مع فيكتور وجيهان قبل جلسة التصوير يلي رح يخضعوا لها. سعيدة يا شباب. تمام منيح. يلا غسل، ما بدك تعمل نيولوك؟ احلف صحة وهنا يا رب. لا لا نسيم، في نيولوك في براشد بس. مغسول يلا. بدنا نعملها شي شينيو على الواطي، ضربتين ثلاثة تنعملها شينيو. يلا اكستنشن بجيبه؟ لا مش ضروري، جبتوا البابيز. اوكي برافو. يلا شفت الفستان تبعي؟ قالت لي ناتالي شو بدي اعمل. يلا مش ضروري بعدون. وي اوكي ابو في لفر وسط. يلا ابو لفر وسط. Thank you, Victor. كيف؟ كتير حلو عن جد. يلا عادي. شو بدك تلبسه؟ يلا. طلعي فيي. الله علي. طلعي فيي. يلا جو. منيح. البس من دلوقتي؟ بعتقد ايه. الله حلو حلو يا عدو. خمسين. خلص شوفك ناتالي لنشوف. مين قبل؟ لا لا رح يعمل لك براشي. يعني. ايه ايه ايه. انت بتنشفه. ونش. يلا انت صرت 50s. فرجيني علي. هيدي هي. تسلم ايدك. حسيت نفسي في الخمسينات بامريكا. هيدي حبيته؟ حلو قوي. قد ايه حلو؟ قد ايه فرحانه باللون اللي فوقي. ايه كتير لبقى. شكلك حلو قوي. حبيتك جمعي. تسلمي لك حبيبتي. انا حلوه وعارفه حالي. واو خلصت هلا؟ ايه خلصت بسرعه قوي. بس صورت لها فظيعه. لا بتشوفيني ما بتشوفيني. طالعين بجد كأننا من الخمسينات. عملنا نيو لوك دينا اليوم. لبيت وراكم. شوفكم السنة الجاية. باي باي. السنة الجاية حلوة. خلصتي انت؟ لا بعد عندي بس اربع. يا تلوم ليها؟ واحلى وحدة. يلا نتالي يعطيك العافية. باي شباب. باي باي شباب. هذا انيس. باي رفيال. باي. المصورة الفوتوغرافية نتالي نصر زارت الطلاب بالأكاديمية لتقوم معهم بجلسة تصوير كاملة. هاي. اهلا بوصفا. كيفكم؟ صباح؟ هاي صباح؟ شو اخباركم؟ ايه ناتالي. هلو. حدا منكم جاهز؟ جايز قالوا لك بدها تكون لابس بدله. عندك بدله؟ لا اوكي. ما راح اعمل شعرك. لا 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 بتعمل شعرك اذا عزنا شابو بنستعملها بعدين. انت خلصت؟ انا هيك فكرت. طب يلا جايز اللي خلص بلش يلبس بلش يصور. يلا بلش. يلا يعني اعمل؟
ايه كثير حلو خليته على راسي. ايه هيك خليته. حلوة كثير. يلا بعد وحدة. نايس. وطي راسك وطي راسك وطي راسك. ايدك هيك. ايه حط الايد اثنيناتها على الميكرو. من حياتي شعائي. يلا. بروم جسمك شوي هيك. طلع فيه. لا ما ضروري فيك تحطه وتحمله قدام بس ما بدي من ورا لانه خلينا نشيل هيدا ايه سبا بس ظبط الكرافات على النص. وطي 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 ناخذ بعض. ايه وهيدي هيك وهيك راسك هيك جنان. يس. هيك اللايتنج. هيدا بدنا نعليه. هيدا من هيداك. طلع فيه. بعد برمي اكثر على الضوء. اوكي. ماكسيموم بنغمقها يعني. اورايت. ثانك يو وسلامتك حبيبتي. دم. نتوقف نحن وياكم مشاهدينا مع اول بريك بحلقتنا ومنتابع بعدها. منتابع يوميات ستار اكاديمي. حنان اتصلت بوالدتها يلي حذرتها من بعض التصرفات داخل الاكاديميه، الامر يلي خلى حنان تزعل ويتدخل رافائيل. خلص هلا شوف امك بدك لك اوعي تخلي رافائيل بقى يلعب معك بالايام. يا الله ليه قلت له هيك؟ يا الله وقت ما بقى تلعبي؟ ليه عم تعصبني؟ رح تقول لي ما تلعبي معه بالايام هيك رح تقول لي ماما. انا اكلت برشا حبيبتي. ايه كيف؟ كان برشا من وراك من امك؟ ايه وقلت لي ما بقى تمزحوا باخبار الجمهور لانه عم بضركم كلكم. انا شو كيف يعني كنت عم تقصدني انا بالحكي؟ قلت لي انت انه جاي جمهورك وجمهورها هن واحد. جمهور الجبور الخضراوي هيك مسميينه. هيك قالت لك؟ جمهورك وجمهورها واحد. ما تزعل منك ولا تزعل هي منك لانه مش حلوه بحق جمهور اثنيناتكم. هيك عشو قدمت على البرنامج بدي افهم انا. ليه؟ ما بعرف. كيف يعني عشو قدمت؟ عشو قبلوكي. ليه؟ انت اذا قبلوكي شيء مس مغرب ملك الجمال شيء بس انه ما بتغني انت يعني. ثانك يو. يو ار اي كاراوكي سينجر. مين انا؟ ما بحياته قال لي هالكلمه يا حبيبي. قال لك كارثه. قال لي كارثه. اوكي بالاول قال لي مره واحده قال لي كارثه لانه طلعت اوت اوف تيمبو. اوكي بسونيسونسون بس اول مره كارثه. ثاني مره طاوله. ما قال لي طاوله. والله وحياتك ما قال لك ولا مره طاوله ولا اول مره قال لك كارثه. ثاني مره قال لك طاوله وحياتك ما قال لي هيك. كارثه واربع طاوله واربع كارثه. اول مره قال لي كارثه. ثاني مره قال لي برافو لانه كنت نومينيت طلعت. ارجع قال لك طاوله بس ما هيك. ما انت عارف مو واخ جمهور جالس. انا وي ماما قدرت دغيا غتسلي دابا دقيقة. حنان. شنو؟ ديالك واخ واخا واخا ماما كي قشرت ما دميري
نفسي عندك لباس الجمهور ديالك يقول لي علاش حال نقبل الاكاديمي كتشكل باش مزيان دابا لا ماما اش ليس كنترول فيها تاخد دقيقتين خلاص رفايل عن جد لا ليش شو قالت لي؟ بتقلي لي ما بتلبسي مني انا ماما مين قال احترامه معك؟ مين حكاكي شي؟ مش قلتي لي كلهم عم بيقال تقريبا يعني مش كلهم بس انه ليه انا اخر واحد بدي اعرف؟ وهذا الموضوع شو بدك تعرف؟ ما انت اوقات عم تكون معي قاعد معي ايه بس ليه انا بدي اخر واحد اعرف هذا الموضوع؟ اذا حدا عم بيقلل من احترامك جاوبيني شوفي ليه انا اخر واحد بدي اعرف اذا حدا عم بيقلل من احترامك برا؟ وين برا؟ مش مين عم بيقلل؟ ايه اكيد من العالم يلي هون اكيد ايه ليه انا اخر واحد بدي اعرف؟ ليه ما بيتخبريني؟ رفايل وحياة الله كتير تعبان كتير خصوصا لما قالت لماما يلي ما بيحترمك شو قصده بهيدا؟ ما بعرف قصده الحكي اي حكي يعني مو بيعرف يحكي معك فرجي تبع نسيم امبارح؟ كل شيء امم نسيم عن جد اخر مرة بسمح له وحياة الله اخر مرة بسمح له عشان عم تعصبي حالك هلا روقي كيف شو عم بعصب؟ ماما قالت لي هيك ماما شايف فهمان بس روقي تعلمت روقي ما بدي اتعلم روق انا هيك كثير منيحة بحب حالي هيك شو هذا الشيء بروق علي يعني هالحكي بس ما فيك تعصبي حالك هلا ما فيك تعصبي حالك إذا عصبت حالك بتنزل تفش خلقك وتحكي حكي ما له لزوم وتعصبي وأنت بتعرفي حالك بس تعصبي بصير يطلع منك حكي ما بدك تندمي عليه شو بقى روقي الطلاب كان بانتظارهم بيتزا من توميتو ماتيك يلي وصلت مثل العادة على الأكاديمية توماتوماتيك توماتوماتيك جيت وقشت العاصفة توماتوماتيك يزي خلا والعاني نسيم نسيم توماتوماتيك مش 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 تاني بريك بحلقة الليلة مشاهدينا ومنتابع من بعده مدام ميري زارت الطلاب على أساس لتقدم صف غناء لكن يلي صار بعد الصف كان هو الأهم حملة ترتيب واسعة شنتها مدام ميري على الطلاب وين الشباب وينه النسيم؟ نسيم فوق نسيم؟ فوق؟ لا لا خليه فوق بيطلع معكم بدي شوف الأوض لا 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 بونجور رفايل لا 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 زيح زيح على اليمين يلا تفضلوا تفضل يا الله يا الله خلص رفايل تفضل تفضل شو بدي رتب حالي يا الله نو واي ما في شيء هي أول مرة ايه تفوت على الأوض ايه منيح مش هون اللي بدي اشوف بلا هون من لا هيك هون اللي بدي اشوف لا بدي خبرك شيء رفايل قليلة ما بتكمل الشهرة الا بالترتيب ايه بترتيب اول شيء العقل ترتيب التياب والاغراض والتنظيم عم هيدا شو هيدا هيدا انت هون نظم انت ها
هاي نظم والله العظيم. شوف شوف لا انت بعدك احلى بس بس هاي لمين هاي تعا حطهم بالارض اول شيء شلي شل اول شيء شلون الصرامي ما مدعس عليهم شلولي شيل هيك بيجرى هاي العباس هاي العباس العباس اخ عب وينو عباس هون 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 ايه اول شيء زحلي هولي كلهم كلهم زيحهم زيحهم لا شيء ما مش معقول بدك تزيح كل هول وبعدين برجعهم هي لكن هيك بدنا نشتغل لكن كيف بدنا نشتغل يلا تشوف والله انت معك هاي مدام ماري يلا 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 بدي خبرك شغلي هو الترتيب يلي بيوصل الانسان ترتيب بتصرفاته ترتيب بعقله بكل شيء هو بيصير ستار كيف بدنا نصير ستار؟ يوم اللي بيجينا الكادويات بيتخرب كل شيء ايه ما هي ببيزار بابا نويل جاي يلا اعطيني اعطيني هون اعطيني هون زيحه Life happens when you're making plans Flying high and shaking hands The song will write you, you don't write it I didn't mean to fall in love Was rhythm that created us I was running, we collided Baseline بس هيدا مين هون؟ مروان هيدا مروان هيك؟ عليه عليه حساب تمام انا فل بعدين لا ما خلصنا فني 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 لوين مدام ميري؟ فني فني مثلا مش تبعي باردون باردون الكلسات مجوية تركينا هون سوري مين بيلبس مين بيلبس ملك البطاط؟ مين هو؟ ما المعروف عالف صح يا يا لك الكلسات شو مجويين يلا شلوا الكلسات كلها على جنب مين عم تحطوه بالغسالة؟ ايه يلا كله هولي على الغسالة وين غراضي؟ مش إلي هاي دولة هولي لمين هول؟ هاي يا حرام يا محلى الشباب تعي شوفي أنا بارح كان بدي لك يا محلى الشباب تعي لحتى تصدقيني ها هول لمين هول؟ تعي تعي امبارح كنت عم بعملهم هيك اجى دكتور إيه؟ ما كملتهم ها طيب. شفتي هلا مثل الشاطره بدل ما تقعدي معهم اوكي تعملي لي اياهم كلهم حياتك مرتبه لا هول لمين دينا هول دينا طيب اوكي هلا ما بتظهري من هون الا تتخلصي كل شيء اوكي يلا يلا جو تو فوا دوما ثانك يو مدام ميري باي باي بالأكاديمية المفاجآت ما بتخلص والطلاب دايماً عندهم أفكار جديدة أهلاً وسهلاً بيكم النهاردة معنا نجم ستار أكاديمي رافائيل جابور مع أول لقاء ليه بعد خروجه من برنامج ستار أكاديمي عايزين نعرف إيه أكتر حاجة أكتر حاجة بحبها كانت بتأثر فيك في برنامج ستار أكاديمي يعني كنت بتحس إن هي دايماً كل يوم بتحس إن هي مأثرة فيك ومخليك إما تتقدم أو إما بترجعك لورا يعني متقدمش انت كنت شايف ايه هي الحاجه اللي بتاثر فيك دي نفسيتي بس تكون شويه مش مرتاحه بياثر اشياء ادائي طيب السؤال الثاني هل انت حسيت باي شعور حب عاطفي تجاه اي طالبه من طلبات ستار اكاديمي يعني هل انت حسيت نعم نعم هل ده كان واضح يعني او نقدر نعرف في مين ولا انت عايز تحتفظ بالاجابه اكيد لا اكيد حابب احكي وعلى راس السطح كمان كانت الحنونه المفضله عندي كان مين اكتر ناس كنت بتحس ان هم قريبين منك في الاكاديمي في الفتره الاخيره من الطلبه سواء البنات او الاولاد يعني نعد لي ثلاث اشخاص على الاقل الأشخاص اللي كانوا صراحة آخر ستة بقينا حسيت حالي كتير قريب منهم قلوا ما في حدا هنروح نسمع أول أغنية غناها رافائيل جابور في البرايم الأول من ستار أكاديمي على رمش عيونها بلت هوا طرع عقلي مني وقلبي هوا ورجعنا لكم تاني في برنامج نجمك يلمع معنا النجم الشاب نجم ستار اكاديمي 11 نجم رافائيل جابور النجم اللبناني وبنكمل حديثنا معاه ونحب نسألك عن هي ايه اخر
اخر موقف محرج حصل لك قبل خروجك من ستار اكاديمي؟ ما بتتذكرش؟ لا. اخر موقف حزين حصل لك في ستار اكاديمي قبل خروجك؟ هو فلت الفلة ان انت مشيت من ستار اكاديمي. نعم. مش فليت انه لا ولا ولا حسيت انا باستفقاد استفقدت حاستفقد. مين كان مسك الاعلى في برنامج ستار اكاديمي؟ يعني مين القدوه اللي انت كنت بتمشي وراها من الطلاب؟ ايه عموما اي شخصيه في ستار اكاديمي من الاساتذه من الطلاب من اي كان. انا صراحه كنت اخذ من المنيح من الكل. برافو. يعني كنت جرب اخذ وجرب حوط حالي بالايجابيه بالناس الايجابيه ولانه انا شخص بتاثر اذا في عالم سلبيه حاتاثر فيهم اذا عالم ايجابي حتكون احسن. وكان عندي شغله انه ما بحب اشوف حدا زعلان مني او بحب برقد رضي لو مين ما كان. إيه لو كان في ايدك قرار وقوف اخر ثلاث طلاب في ستار اكاديمي في الفاينل كنت توقف مين؟ انا وياك وإيهاب. ماشي. مش كلمة شي كلمة نقضي جمعة سوا بالاكاديمي لحال. انا اخر جمعة بيجوا قلن لا. تعال استضيفك انا. يا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بمطعم جبغليط وطاطاطا. نستضيف معنا النجم ستار اكاديمي صاحب اللقب موسم 11 محمد عباس. اوفر اكتنج. وصفار محمد. ايه اهلا وسهلا بيك ومبسوط كتير ان انا موجود معك النهارده في البرنامج. الحمد لله. ان شاء الله تكون منيح. منيح. شو حابب توجه تحيه لاصحابك بستار اكاديمي؟ احب اوجه تحيه لكل اصحابي واقول لهم انهم وحشوني كتير وكانت تجربه كويسه جدا بالنسبه لي ومبسوط جدا اتعرفت عليهم ويا رب يديم المحبه بينا يا رب ويوفق كل واحد في شغله. شو اجمل لحظات عشتها بالاكاديمي؟ من اجمل اللحظات اللي انا عشتها في الاكاديمي هي اعتقد كل لحظه عشتها في الاكاديمي كان فيها حاجه حلوه. يعني بتلخص انك تجربه ستار اكاديمي هي احلى شيء بحياتك؟ نعم. اعتقد من افضل التجارب اللي مرت عليا في حياتي. اخر بريك بحلقه الليله وبعده بنرجع نحن وياكم. خليكم معنا. رافائيل طلب ايد حنان رسميا وقرر يتصل بوالدته لياخذ بركتها. ليك برن الجمال. ليك الله شو خلق من جمال. برن حنونة. ايه جوازية. بس تجيب لسيرة الجازة يا زلمة. تجوزينا حنان؟ شو؟ تجوزينا؟ شو عم تفكر؟ عم تفكر؟ تركها تركها ما هي حلو هلا هيك السسبنس. طيب. تجوزينا حياتي؟ ما بعرف. ايه؟ ما بعرف. بتعرف ولا ما بتعرف تجوزينا؟ تجوزينا؟ بس ما في جوازك بولا خاتم، ما عندك خاتم؟ يلا. شو؟ في زيزة؟ زيزة؟ شو؟ وقت تعرف تقول تعال. تجوزينا حنان؟ شو بتجوزك عن جد عم تحكي؟ عن جد عم تحكي؟ يي صدق. انا حياتي ما انسى الجازه حياتي. انا قلت لك ايه اكيد لا. قلت لك ايه بدك لأمه؟ بدك فدق لأمه؟ يلا اكيد تعا يلا هي رح تقول لك ايه. يلا تعا هي حتقول لك. رفايل مشي وانا شاهد معك. اسكت انت ما تحكي. الو الو ايه امي ليك طلبت مني حنان اتجوزها. شو شو هيك كذاب هيك كذاب منوال قولي الحقيقه. ايه تعطي منه يتجوز؟ رح تتحاسب. مين يتحاسب؟ عند وين بتتحاسب؟ الله بيحاسبك. بت حنان طولينا بموت روح شوي. ايه الله بيحاسبك على الحكي. انت طلبتي من صديقي رفايل. مش حلو الكذب يلي بيكذب بيروح على النار. هي طلبت من صديقي.
هنان هذا الشيء لازم انت تعرفيه. طلعت بصريه رفايال انه يتجوزها. يا كذاب يا كذاب كنترول انت كنت حاضرين كنترول اذا بسمع اذا بتريد كنترول اذا بتريد كنترول بليز اذا عمي اذا عم تسمعي لي حنان بدها تتجوزنا ايه ولا لا؟ انا ما بدي اتجوزه يا تعب عم بكذب عليك طلبت مني صار ثلاث مرات. كل عام وانت حبيبي كل عام يا زلمه رفايال امي لا بليز عبيدي رو ايه ماما ايه مام عم تسمعيني؟ حبيبي ايه عم بسمعك ليكي حنان طلبت منك تتجوزني بقول لها ايه ولا لا؟ ايه ايه؟ حنان قال رفايال بتتجوزني وركعت قدامي ليك رفايال شو؟ شو؟ مامي شو؟ رافي شو؟ بدي اياك ماما كثير تضلك مبسوط انت وحنان وكل التلاميذ بعد عندكم كم جمعه ضلكم مبسوطين فرجوا صوره حلوه وركز بالبرايم غني كثير حلو شو قالت لك امك؟ شو قالت لك امك؟ عنك؟ عنك شو؟ عنك ماشي شو كثير عم تطلع كيف ما ماشي؟ ما فهمت كيف ماشي؟ عن جد عم تطلع حلو الصور هلا عم بيشوفوه يعني؟ يعني كان على الهواء موضوع؟ ايه وقال ما بقى تزعل انت وحنان بس تزعل انت وياها كل العالم تزعل بس تنبص كل العالم تنبسط ما بقى تسمع بعد حكي مش حلو لا انت ولا هي يا هلا 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 وصلت وصلت حابين شعراتي حنان؟ ايه انت ليه فكيت شعرك كنت نايمه فيه بيطلع حلو بيزيد لفلك عروس لفلك عروس لفلك عروس خلص انا بسال مره واحده ما جاوبتي يا ما حلفلك لو بتطلبي شو ما بدي لا انت بتلف عروس هالقد حبيبتي بنحط قالب بندوره مثل ما هو انا ما بحط بندوره بالعروس انا ما بكل مثلكم جاي من عالم غير جاي من عالم مش البندوره انا جاي على اساس من ورا البندوريات جاي انا عرفتي كيف دغري من ورا البندوره جيت على ستار اكاديمي تليفونو رن حنان يا حنان حنان شو بدي رحلك مشوار بدنا مش اكلين عسل فولي نو ميرسي ملسي ملسي هلا انا يا اتقل كيلو الخيار ولا كيلو البندوره اذا سكتت بيكون اتقل ايه اذا سكتت بيكون اتقل بتعرف شو بحب فيك انك تغيرت من اول ما جي وصلنا لجينا على الاكاديمي هلا صار عندك لسان طليق يعني شو ما جاوبي شو ما قال لك بتعرفي تجاوبي برافو هيدا اللي بحبه فيك ميرسي مش هيك صرت بحبك اكثر واكثر انا عم بتعلق فيك زياده بليز ما تغيري هالعاده تبع بطل اتعلق فيك وحيات الله اليوم مثلا شو بتطلبي مني؟ بيجي بوت بشكر اف 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 ما في ما في 1-0 لحنان الخضر 1-0 حنان شو؟ اذا بعد تطلبي معي مرة واحدة انه اتجوزك بقبل هالمرة اذا على بالك اذا ما بديك ما بقبل يا كذاب ليه كذبت امبارح على فكرة الكاميرات كانت شايفة كل شيء ايه ايه وتضحك مزبوط مزبوط ايه مزبوط مزبوط انا هون تركع لي حنان وتقول لي بليز يا كذاب يا كذاب يا الله يا كذاب بس ما بعرف امي ليه بتحبك يعني خلص تجوزها عشو بتحبك ما بعرف اذا بتعيش معك اكيد ما حتحبك هيك اوكي لحظة صرت اخدي حكي اخدي مداكي معي بالحكي عارفة كيف؟ تبقى على اسنانك عرفتي كيف؟ جديدة تبع على اسنانك تبقى على اسنانك هي جديدة يلا ايدو ايدو رفايال لك شو رفايال بدي صرخ بدي اطوشك الصبح شو لك معي؟ احلى حنونة بالعالم لا مش احلى حنونة لا في انه في احلى منك بس انه يلا منيحة ما تمشي الحال بالاكاديمي يا كذاب يا الله شو انك مهضوم عن جد عم تحكي حكي مش صح ابدا بستيج احلى كيف يعني بستيج احلى انه عندي بس تيجي بستيج احلى ما تحكي معي انت توم ولا جاري عارفين شعراتي حنان ابشع شعرات شفتهم العالم غنيت منيح
وقعد تحكي معه بالطريقة. واو أبشع شعرات. عاود شو ما بدك؟ مش أمك قالت لك ما تزعل حنان؟ زعلني ما عندي مشكلة. يا الله كل العالم جاي ضده ما زعل حنان. يا جماعة بدي أقول لكم شغلة، إنه إذا بتعيشوا مع حنان نهارين وبتضاينوا أنا مستعد. مع ماما لأن ماما بتعرفني بتقول لك عندك حق. بتقول لك ماما عندك حق. إني بعيش مع حنان يومين وبيضاين أنا مستعد أعمل له مساج 10 سنين. عن جد ماما بتقول لك معك حق وبابا كمان. ما بينعيش معك يا حنان أنت. بنتهم وبيعرفوني. إيه معها حق ولا ما معها حق يا طن حنينة؟ حلقتنا لليلة مشاهدينا انتهت، أنا بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة مع آخر أخبار الطلاب، باي باي.